أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة فسحة تفكير. سنتحدث فيها عن قضية محورية في عالمنا المعاصر. لم يعد إنسان اليوم بالضرورة هو إنسان أمس، ليس فقط بحكم البديهة التي تجعلنا مختلفين عن غيرنا، بل أيضا لطبيعة التحولات والتغيرات التي طرأت على عالم الإنسانية. كلنا نتحدث اليوم عن الخصوصية وعلاقتنا بمواقع الويب والتواصل الاجتماعي، حتى أن البعض من فرط انتهاك هذه الخصوصيات أطلق علينا اسم الإنسان العاري، كما فعل مارك دوغان في كتاب أسماه بالإنسان العاري الديكتاتورية الخفية للعالم الرقمي. كذلك اهتم بهذا الموضوع الحساس زيغموند باومان في مختلف كتبه، خاصة كتاب المراقبة السائلة وغير ذلك من الباحثين والمتخصصين في هذا المجال. اليوم نريد أن نضيء على هذا الموضوع من خلال بحث ودراسة قام بها مؤلفان. الأول اسمه إيريك جوردون، هو أستاذ مساعد في مادة الوسائط الجديدة بكلية إيميرسون بولاية بوسطن الأمريكية. والأستاذ الثاني وهو الأستاذة الثانية ليس أستاذ، اسمها أدريانا دي سوزا، أستاذة مساعدة بجامعة كوبنهاغن لتكنولوجيا المعلومات وأستاذة مساعدة في مجال الاتصالات بجامعة كارولينا الشمالية. هذا البحث المؤلف اسمه المكانة الرقمية، أهمية الموقع في عالم متشابك. الواقع الفعلي في الحقيقة هو أننا اليوم نعيش عالما فيه نوع من الانفصال والفصام والتناقض. ففي الوقت الذي نشعر فيه بالفرح والأمان والطمأنينة لما قد حققته هذه التكنولوجيات المحيطة بنا والتي نتواصل من خلالها مع بعضنا البعض، نجد أيضا أنفسنا أمام مجموعة من الإشكالات والمآزق الفكرية والروحية والفكرية والوجدانية. وقد نجمل ذلك فيما يلي: أولا، تعزز المكانة الرقمية من سيطرة المرء على موضعه داخل الشبكة، ولكنها توفر أيضا ظروفا لأن يكون المرء تحت سيطرة هذه الشبكة. ثانيا، بينما نشعر براحة أكبر حيال أو تجاه انتشار الشبكات في حياتنا، نشعر بفقدان راحة أكبر حيال فقدان الاتصال بها، وكلكم تشعرون بذلك. مغادرة المنزل دون هاتف محمول أو ركوب في سيارة لا تحتوي على بعض الأجهزة والتقنيات الحديثة يثير فينا الكثير من مشاعر السخط والغضب والقلق، لأنه ببساطة يشير إلى انفصال لحظي عن الشبكة. هذا الأمر سماه مارك أندريفيتش بالتطويق الرقمي، والأمكنة الرقمية هي التجسيد المادي لهذا التطويق. رابعا، إن ظهور الأمكنة الرقمية
تشير إلى تحول في طريقة فهمنا للويب من شبكة رقمية تعمل خارج القيود المادية إلى شبكة توجد في فضاءات الحياة اليومية منظمة أو منظمة حول المواقع الفعلية. خامسا، بينما يتحول الموقع الفعلي إلى مجموعة من البيانات الأساسية اللازمة لبناء الشبكات الرقمية المحافظة على بقائها، فإن التساؤلات المتعلقة بالتحكم في تلك البيانات وإمكانية النفاذ إليها تصبح محورية. أيضا النقطة السادسة، وهي وجود قلق مصاحب للكشف عن المعلومات الشخصية، فغالبا ما يصاحب جعل المعلومات الشخصية علنية تصورا حول إمكانية الخضوع للمراقبة التامة. سابعا، المفارقة المكانية الرقمية تقول بوجود علاقة شخصية بالموقع المادي تهدد سيطرة المرء على الفضاء المادي وتؤمنها في نفس الوقت. أيضا نقطة أخيرة، وهي أنه تنبع مخاوف أو المخاوف من فقدان الخصوصية تنبع من القلق بشأن فقدان السيطرة على معلومات المتعلقة بشخصية الأفراد الذين يرتادون على هذه المواقع، وترتبط هذه المخاوف بالفهم التقليدي للمراقبة. الناس تعتقد بأن المراقبة أو تعتمد أو ترى بأن المراقبة هي تلك المراقبة التي تحدث صورة رأسية من أعلى إلى أسفل، من صور السلطة المفروضة من قبل الحكومة مثلا والشركات وكيانات معروفة التي تتطفل على الفضاء الخاص للفرد. في الحقيقة لقد تغير كل شيء في عالمنا، لم نعد كما كنا، قد لا نكون مستقبلا كما نحن عليه الآن. فالواقع يؤكد بأن عالمنا تحول كله إلى خرائط على شكل ما تقوم به خرائط جوجل أو جوجل إيرث، وهذا الأمر يؤكد ويذكرنا بما لا مجال للشك فيه بأن المراقبة في العالم أصبحت واسعة النطاق، بل وقد أصبحت مراقبة من نوع خاص كما سبق الإشارة إلى ذلك، أي لم تعد من أعلى إلى أسفل. وللأمانة أيضا فكثير من يرتادون اليوم المواقع المختلفة قد وصلوا إلى قدر معين من الراحة حيال تلك المراقبة. على الرغم من ذلك نالت جوجل مثلا أو شركة جوجل قسطا كافيا من الدعاوى القضائية، فمنذ بداية استخدام هذه الخرائط كانت للشركة سياسة وسياسة تطبق للمساعدة في تسهيل إزالة صور شخص أو صور ممتلكاته أو صور الممتلكات الخاصة به. وعندما طلب رجل اسمه كيفين بانكستون المقيم في سان فرانسيسكو المناصر لقضايا الخصوصية في مؤسسة الجبهة الإلكترونية، قام هذا الرجل بدعوى أن تزال صورته من زاوية الشارع. ردت عليه الشركة بطلب اسمه وموقع الصورة ونسخة من رخصة قيادته، هو أراد أن يعني يتخلص من إعطاء خصوصيته، فتطلب الشركة خصوصيته. صارت
سائرة باكستان لهذا الطلب، وقال متهكما جملة يقول فيها: على ما يبدو أنه عليك أن تقدم ما هو أكثر من ذلك، ربما يرغبون أيضا في تقديم اسم عائلة والدتي قبل الزواج أو شهادة الميلاد أو عينة من البول. يقول هذا الأمر يعني في تهكم على الشركة. لكن مشكلتنا أمام كل هذه المفارقات أننا دوما نجد من يحذرنا من فقدان الخصوصية بسبب الاستخدام المتزايد للعالم الرقمي والتكنولوجيات ذات الإدراك المكاني. فهل نحن بالفعل انتهكت خصوصيات من المكانية؟ الجواب عن هذا السؤال يقترح أحد الباحثين، وأن ننظر إلى الأمر من زاوية أخرى، وهي أنه يجب علينا التمييز بين الخاص والعام، لأن الخاص والعام قائم على الإطار الاجتماعي، وأيضا قائم على، أي بتعبير آخر، قائم على نظرة المجتمع إلى ما يعتبر خاصا وما يعتبر عاما. ومن ثم فإنه متفاوت، وهذه النظرة تكون طبيعة الحال متفاوتة ومتغيرة ومتبدلة بالسمرة. فمثلا في المجتمع الإغريقي كان العام هو مكان ممارسة السياسة، مثل الساحة العامة حيث يستطيع الجميع رؤية كل شيء وسماعه. ومن ناحية أخرى كان الخاص هو المكان المملوك ومكان الأسرة. كانت الفضاءات الخاصة حينئذ فضاءات مغلقة وفضاءات معزولة منفصلة عن الفضاء أو الفضاءات العامة والمفتوحة. مع مرور الوقت، وهذا شيء طبيعي، تبدلت هذه النظرة ولم تعد هي السائدة عندما انتشرت نظم القرن 18 الاقتصادية، فاستولت الأمور التي كانت خاصة في السابق مثل ضرورات الحياة والعمل والتناسل على المجال العام، محولة إياه إلى مجال هو نفسه أيضا يرضي احتياجاتنا. وبما أننا ننتمي إلى هذا العالم، وهو عالم تكنولوجي متغير ومتحول، فإن هذا الأمر أيضا انعكس على مفهومي الخاص والعام. على سبيل المثال، عندما انتشر النقل بالسكك الحديدية في منتصف القرن 19، زاد الفصل بين العمل الذي هو عام والحياة الشخصية وضوحا، عندما بدأ الناس في الذهاب إلى العمل عبر القطار، في حين أيضا ساهمت تكنولوجيا النقل في خلق مزيد من الحدود الواضحة بين العام والخاص، حيث أدخلت تكنولوجيا التواصل مثل الهاتف والتليغراف والتلفزيون العام إلى الفضاء الخاص للمنزل. وكلما وجهت الحدود المرسخة اجتماعيا بين العام والخاص بتحدي، نظر إلى التكنولوجيا على أنها تهديد، إما للخصوصية الشخصية وإما أيضا للفضاءات العامة. وعلى سبيل المثال، اتهم النقاد الوسائط المحمولة مثل أجهزة الوالكمان والآيباد بتلويث الفضاءات العامة بالأمور الخاصة، وأثارت أيضا أجهزة الاستماع المحمولة مخاوف بشأن الحفاظ على الفضاء العام، كما يؤكد على ذلك مجموعة من الباحثين، لا أريد أن أذكر أسماءهم حتى لا تختلط علينا بعض الأمور. ويمكننا أن نشهد الظاهرة نفسها مع أجهزة الآيبود، في كل مرة يستمع فيها شخص ما إلى الموسيقى
باستخدام زوج من سماعات معروفة سماعات الرأس بصوت عال جدا في الحافلات العام. دائما يثار الموضوع أو الموضوع الخاص والعام في مثل هذه الأمثلة. وفي الآونة الأخيرة درس العلماء والنقاد كيفية تسبب الأجهزة التكنولوجية المحمولة والشبكات في طمس هذه الحدود، فهي أيضا هذه الأجهزة وهذه التكنولوجيات تجبرنا على إعادة التفكير في طريقة فهمنا للفضاءات العامة، على أنها فضاءات تتضمن تفاعلات شبكية. إلى هذا الحد نكون قد أنهينا حلقة هذا أو هذا اليوم المتعلقة بموضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع الخصوصية أو موضوع الخاص والعام. فإلى هذا الحد أشكر لكم تفاعلكم وحسن استماعكم، وإلى موضوع جديد ومتجدد.